طويلة عشان تفكر تجيب لعيب ممكن يبقى قريب منها. لا 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 بس لا ف ف يعني جون ده انا ده في المصري انا قلت لاحمد فتحي، انا مش عارف افكر فيها ازاي، قلت له والله العظيم انا لو مكانك ما هحطها كده. شوف بقى، قلت له انا مهاجم وسجلتها، قلت له انا مش مصدق ان انت لعبتها. جاب الهدوء وال منين يا احمد عملت كده؟ منين جبت كده؟ بالظبط يا كابتن، منين عملت الهدوء ده كله؟ جبت الهدوء ده كله ده في وقت صعب، ماتش المصري. انت لو قدامك شاشه كره الماتش المصري ده يعني انا هو لما الكره جت لي في الاخر، انا كنت دايما انا بحب اتفرج على الكره كتير، يعني ما بتفرج على مفرج على الماتشات. فلما الكره جت لي فانا ما عنديش اوبشن، خلاص الوقت خلص. بعد كده دايما كنت اتفرج على ميسي دايما يروح شايل الكره من فوق الجول. اتفرج على مين؟ اتفرج على مين؟ على ميسي. فانت حطيتها زي ميسي كابتن. ايوه هو المساله هو يا فتحي بس خد بالك انت بتقول مين يعني. لكن فقلت احطها من فوق الجون هتطلع تخش. لعلمك الحمد لله ياسر رضوان جاب جون زي ده في، بس طبعا هنا الوقت مختلف لانه توقيت صعب قوي ونهائي بطوله ويعني هو كابتن اسلام اصلا التوقيت ده اولا كانت علينا اصلا كورنر اصلا. مين عامل كورنر هنا؟ انا المفروض الكوره ما اتلعبت انا عايز العبها بدماغي بالراحه لشريف اكرام. فلعبتها من كتر حرص اللي هو شريف ياخدها راح طلع كورنر. كابتن حسام بدري كان واقف بره متعالي. اوكي اكيد. كده قلت ممكن، وبعد كده سبحان الله الكوره جت لما علي شالها فانا جريت، انا جريت بقى على صالح. تصدق بس حطيتها حلوه قوي فتحي. ميسي ميسي والله. لا والله حطيتها حلوه قوي فتحي. صالح عمل الاول، عمل الاول سحر. قول يا ابن الذين صالح. قلت اضغط، يعني اضغط من غير فاول عشان الكره ما تردش عليه. سبحان الله، يعني هو تقدير في الاخر وكله بفضل الله طبعا. يعني طبعا توفيق يعني. فتحي انت عملت جوان احلى جوان، يعني انا بحب الجون ده جدا. ما هو انت جبت